زي ما عودناك يا جماعه ان احنا نجيلك تاني في نفس الوقت، زي ما وعدناكم وزي ما رجعنا لكم تاني بالسلالات المحترمه جدا اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم ديت. عجلات بسم الله ما شاء الله جماعه، ورد الماني من اعلى السلالات، معانا اربع ساعات امريكاني. ربنا يبارك في صاحب النصيب، معانا الاورشال الاحمر يا جماعه، طبعا السلاله النادره جدا جدا. عجلات بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك رب صاحب النصيب وصاحب المال. السلام المحترمه جدا جدا النهارده، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نصبح عليكم ده من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج، وربنا يجعلها جمعه مباركه عليكم النهارده ان شاء الله. النهارده في تاريخ اليوم في الايام، النهارده 9، النهارده الجمعه 9/9/2022، النهارده 9/9/2022. حبايبنا الحلوين نصبح عليكم، وكل الناس على راسنا من فوق، وكل الناس على راسنا من فوق، الناس المحترمه اللي على سوق بلدنا، مشاهدينا المحترمين، كل الناس دي على دماغنا. النهارده نعرضكم سلالات محترمه جدا وباحسن الاسعار، خليكم معانا على اللايف، ما تنسوش مشاركات شير وحدوه وصلوا على سيدنا النبي. النهارده مع ملك المفاجات المعلم حماده، هيفاجئكم النهارده بمفاجات ان شاء الله. صباح الفل يا معلم حماده. حبيبي ابو عمر، اخبار معاك يا ريس؟ صباح عليك يا عمر وعلى كل مشاهدينا وكل متابعينا قناه سوق بلدنا، القناه المحترمه، قناه المصداقيه، الناس المحترمه. نصبح على العالم بحاله يا ابو عمر، وجمعه مباركه عليكم على كل على الناس بحالها، على الأمة الإسلامية أجمعين. حبيبي يا عم حماد، مبدئيا يا أبو عمر إن المكان هنا المنوفية وسنا قرية عرب أبو ذكري، مزرعة الحاج حسن أبو الحاج. حبيبي يا معلم حماد ربنا يبارك. رقم تليفوني يا أبو عمر مبدئيا 010 980 4 998 يا أبو عمر 9 8 أربع عجلات معايا، بنات استيراد، بنات جيل أول يا أبو عمر، بيور ألماني. تمام. أربع تفاحات من العيار الطيب، فيهم ثلاثة فيهم تلقيح وواحدة الهروشتال أحمر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على الحبيب النبي. حاجة محترمة جدا يا جماعة زي ما أنتم شايفين قدام حضراتكم أهو. بضاعة سلالات من السلالات النادرة يا أبو عمر طبعا. تمام. إن شاء الله على سيدنا النبي. ما تنسوش برضه يا جماعة على الهروشتال الأحمر، السلالة النادرة جدا دي، في موسم اللبن وفي كل حاجة. بكام الأربعة دول يا معلم حماد؟ الأربعة يا أبو عمر بخش في السعر على طول عشان ما نطولش على المشاهد، الأربعة دول يا أبو عمر بمرض الله. اللي عجبتهم يا أبو عمر أول أيام أحسن من 40,000، مش هنقول لك ب40 زي المحجر ولا ب35,000، الأربعة دول ب99,000 يا أبو عمر. 99,000 متوسط سعر العجلة فيهم 24,750 يا أبو عمر. 24 24,750 وفيهم ثلاثة متلقحين. وفيهم ثلاثة متلقحين يا باشا. على أكيد يعني إن شاء الله. فيهم ثلاثة إن شاء الله على أكيد متلقحين، وواحدة فيهم جاهزة للقاح مباشر. اللي هي دي يا جماعة؟ اللي هي الأورشتال الأحمر دي. تمام. اللهم بارك يا رب صاحب النصيب. يبقى آدي أربع تفاحات معانا، المتوسط معانا يا جماعة 24,750، وربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب وصاحب المال. العجله يا جماعه قسما بالله بعرض الوحده، العجله الواحده بعرض الوحده. بضاعه بما يرضي الله ان هي بضاعه، بمعنى كلمه بضاعه. تمام. مال يرضي الله. ربنا يبارك. ربنا يبارك للمشتري وصاحب 24,750 يا جماعه، 24,750 يا جماعه المتوسط هنا. زي ما شايفين كده قدام حضراتكم. مال محترم جدا جدا جدا. العجلات مواصفات. يا معلم حسام. العجلات عندنا انا ابو عمر مواصفات. على مش كل البايع، احنا بنجيب العجل اللي تاها بالظبط ديت مواصفات. ربنا يبارك. يعني احنا ما بنبخلش على حد، احنا ممكن نجيب ابو عمر اي بقى خلاص، بس انا ما بجيبش الا المواصفات. تمام. عايزين الناس كلها احنا في يوم مبارك تصلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. يبقى ادي اربع، اول اربع تفاحات مع ملك المفاجات المعلم حماده. متوسط معانا 24,750، مش هتلاقي احسن من كده. مش هتلاقي احسن من كده. ربنا يبارك، ربنا يبارك. والله يا جماعه العجل اللي تاها بعرض شلش وفتحه ونظام. عجلات عجلات يا جماعه دي يعني بكاره باذن الله، يعني باي فلوس، باي فلوس باذن الله. اللهم بارك يا رب. النهارده بنفاجئكم بقى باول قنبله معانا، اللهم صل على سيدنا النبي. اربع دبابات شلشول وفتحه ونظام يا جماعه، حاجه محترمه جدا جدا جدا. مع تاني العروض مع المعلم حماده بقى ايه؟ خليكم معانا على اللايف. حاجة محترمة جدا، حاجة محترمة جدا يا جماعة.
حاجه محترمه جدا جدا. شال شنطه العجله جاي من حياله سرته ربنا يبارك، حاجه محترمه. اللهم صل على الحبيب النبي. يبقى اول اربعه معانا يا جماعه، برضو نقول السعر تاني عشان ما نساش السعر بتاعهم. 24750 يا جماعه اللي عايزهم دول، 24750. ثلاثه متلقحين، واحده لسه ما اتلقحتش. معتنا عرضنا المعلم حماده. رقم تليفوني يا ابو عمر 010 910 980 980 4 4 9 9 8 9 9 8. اقفل الباب ده يا باشا، طلب اي حجوزات انا تحت امر الجميع. حبيبي يا معلم حماده توكل على الله. معايا 10 ذكور يا ابو عمر هنا، موازي متوسط الميزان بتاعهم خليط من العالي قوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الفلاحي بقى خليط من العالي قوي. اقول فلاح يا جماعه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهي. طب ناخد رقم تليفون المعلم يحيى اللي هو على الواتس. رقم 010 رقم الواتس يا معلم يحيى 010 ايوه 33 010 يا معلم يحيى 33 24 0 919 900 19 010 33 24 0919 0919. المعلم يحيى حسن ابو الحاج اللي عايز يتواصل معاه الواتس يا جماعه، يصور له اي حاجه على الواتس ما فيش اي مشكله. 010 33 24 0 919. خلينا نشوف معايا ابو عمر هنا عرض 10 ذكوره بايم جاهزه للعلف مباشر. بايم تقعد دورتنا 3 شهور بالصلاه على النبي. اسرع دوره يا جماعه دي ماشي. ومعايا هنا 8 ذكوره يا ابو عمر اعمار صغيره شويه للي طالبين الاعمار الصغيره. تمام تعالى كده يا باشا بعد اذنك قبل الكاميرا. تعالى يا باشا هنا 8 ذكوره من العيار الطويل يا ابو عمر اعمار اصغر شويه. تمام ربنا يجعل. ومعانا ومعايا انات بيور الماني. تمام من العيار التقيل. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على الحبيب النبي. العيار التقيل. خلينا من حفل السر اللي قدامنا. الله هنا توكل على الله. يبقى انا صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز كل المشاهدين اللي معانا ماشي يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه صلى الحبيب صلى يا جماعه كده. الله طلع عمرك يا عجب عجب. يلا شايفين يا جماعه الذكوره ده يا جماعه بقى اسرع دوره يعني ديت بفضل ربنا اسرع دوره. دكرة موازين تقيلة زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. عقول كلها عريضة. بايم فلاحي مال طيب. بايم عايشة في الطين. بايم ترضي ربنا. ربنا يبارك يا رب. مال طيب يعني عجل حلال فيه الأكل يا جماعة. عجل حلال فيه الأكل مش حرام فيه. لا عجل في العجل ده يعني أي علفة تظهر عليه فضل ربنا. شايفين العجل يا جماعة؟ فتحة ونظام. وش وكده. مفيش كرش يا جماعه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. عجل ملفوف بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على حبيب النبي. مال طيب ربنا يا بابا. المال يرضي ربنا. اسرع دوره يا جماعه. المال يرضي رب العالمين. العشره دولت بكامل. اللي عايز منهم طلوقه يا ابو عمر هنبيع له. واللي عايز منهم نص العرض هنبيع له. واللي عايز العرض كله الف بركة عليه. واللي عايز عجل من العرض برضه هبيع. تمام بكام يا معلم حمال 10 دول؟ 10 بالصلاه على النبي من العيار الطيب. موازينهم يا ابو عمر متوسط الموازين 295 لا قول 290. تمام مش هنقول لك 320 و340 والافلام دي ماشي. العشره دولت النهارده بمرض الله يا ابو عمر. بس انا عايز لايكات حلوه الاول. عايز ايه؟ عايز لايكات حلوه وعايز تعليق بقى الصلاه على سيدنا النبي. بديك مال صح يا ابو عمر. ومال بيضرب نار. شوف الاجل يا جماعه. ومال بيضرب نار. عايزين لايك يا جماعه. عايزين لايكات حلوه وتعليق بقى الصلاه على سيدنا النبي. وهتعليق بقى الصلاه على النبي مش هنقول اي حاجه ولا اي حاجه. لما الناس تعمل على لايكات وتصلي على سيدنا النبي. ال10 دولت بقى بكام يا ابو عمر؟ ال10 دولت سعرهم النهارده بما يرضي الله يا ابو عمر 221,000. بكام؟ 221,000. متوسط سعر العجل فيهم 22,100. طب قول يا عم حماده. متوسط سعر العجل فيهم 22,100. واللي عايز عجله ابيع له، واللي عايز نص العرض ابيع له، واللي عايز العرض كله الف بركه عليه. انت صلى على سيدنا النبي ابو عمر كسبانين ولله الحمد. قلت انا كده 221,000 ال 10 دولت متوسط سعر عجل بيهم 22,100 جنيه. واللي ما سمعش السعر يسمعه تاني. دوره يا ابو عمر دي بفضل الله 3 شهور وهيطلعوا يا عم حماده جاهزه. يعني الدكوره ديت على 22,100 يا ابو عمر. عجل للرضيع النهارده الرضيع ابن 3 4 شهور في السوق البلد العادي ب 11 12,000. انا بقدم لك بين موازين اعتبر 300 سعر عجلهم 22,100. اسرع دوره المشتري. اسرع دوره تسليم يا جماعه زي ما انت شايف قدام حضرتك اهيت.
وعجل حلال في الاكل والشرب، يعني ده اي علفه تبان عليه. العجل ده يا عم حماده اي علفه تبان عليه باشا. بسم الله الله اكبر، المال باين قدام عينك. واسعار يا جماعه يعني لا تقبل المنافسه النهارده، اسعار اسعار بما يرضي الله. والله ما تلاقي ارخص من كده بصراحه، مش هتلاقي ارخص من كده. متوسط الموازين يا جماعه 290 كيلو، العاشره في بعض المتوسط 290 كيلو. شايفين؟ مال طيب. اللي عايز برضو يا جماعه ميزان المعلم حبيب له ميزان، مش اي مشكله. اللي عاوزهم بالنظر برضو الله يبارك له، مش اي مشكله برضو عادي. يعني هو الميزان هيقع بكام يعني؟ ببلاش، اقسم بالله ببلاش. ده بسعر اللحمه يا جماعه النهارده. او متوسط الميزان 290 كيلو. متوسط السعر يا جماعه معانا 22100. وحدوه صلوا على النبي. يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله، من انجح المشاريع اللي هتشوفها. بسم الله ما شاء الله حبيبي روح. والله العجل مثل ل 40000 يا عم حماده. الصلاه على النبي. ربنا 40000 الذكر يا جماعه من دول. ربنا يبارك لك. شايفين؟ ببلاش ببلاش ببلاش. اسرع دوره تسمين. سعر سعر جميل جدا، اسعار بمرد الله. عجل ما فيش كرش، عجل الجلد بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا النبي اهو. عجل يا جماعه اي اكل اي اكل يزيد عليه. لا ماخد جاب التحصين، عجل متحصن، عجل سليم. ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يبارك للمشتري وصاحب النصيب. وانا بصراحه هم لو عندي والله يا عم محمد ما انا بيع بالسعر ده عمر. كسبانه معاك يا معلم ان شاء الله يعني؟ والله توكل على الله يا ريس. تمام. دكتور ابو عمر، رقم التليفون بعد اذنك يا محمد كده الاول. رقم تليفوني يا ابو عمر 010 010 980 980 4 4 998 يا ابو عمر 99. تمام. ربنا يبارك للمشتري صاحب المصنع. تمام دكتور ابو عمر، بس الاول كده اقول لك على السعر وانت فرج المشاهد بتاعك براحتك. بكام يا معلم حاجه الثانيه دول؟ 8 دولار بما يرضي الله، ما يرضي الاعمار بتاعتهم من 6 شهور ل 7 شهور. تمام ماشي. ال 8 دولار ب 126000. بكام؟ 126000. المتوسط السعر معانا؟ متوسط السعر رجل فيهم 15. متوسط السعر يا جماعه معانا 15750، الثمانية في بعض. ربنا يبارك يا رب. معلم محمد النهارده بيقدم لك يعني مشاريع بفضل ربنا، من انجح المشاريع اللي هتشوفها. عمر كلها باين ملفوفة وباين سقاوي، ما هماش كروش ولا الكلام ده. تمام. باين كلها ملفوفة. بسم الله الله أكبر عليهم. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله الله أكبر. فرج المشاهد حلو على البضاعة. 8 يا جماعة، ده رقم واحد. باين يرضي ربنا والسعر حلو بما يرضي الله. الصلاة على حبيب النبي. ربنا يبارك يا معلم محمد، ربنا يزيدك يا رب من نعم الله. معانا برضه بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله اكبر. النهارده بضاعه كلها بتتكلم عن نفسها يا جماعه، زي ما المشاهد يعني كده شايف قدامه. بس يا ريت المشاهد يدعمنا بلايك واحد. معلم محمد النهارده يعني بصراحه الله يبارك لك يا معلم حماده حبيبي. الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك. الله يبارك لك. يعني اسعارك النهارده 750 متوسط سعر 8 دولار يا باشا. مش هتلاقي احسن من كده، مش هتلاقي احسن من كده بصراحه. شايفين العجل؟ اهو ده اصغر واحده يا جماعه، اهو بنصور لكم برده. وده اعلى واحد برده معانا اهو. ربنا يبارك. عجل بخستين، الفاتحه، النظام، الجلد الناعم، حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معانا تاني يا معلم حماده. تعالى يا ابو عمر معايا عجلين بليار وعلف على طول معانا يا باشا. مع اول هم انا معايا قناه البيور دي، نضرب سعر من تحت الحزام ماشي. لكن الاول معايا عجلين ماشي يدخلوا على صباح لي يا معلم حماده على الاخ عبد الرحمن. انا سهاج بالله عليك. استاذ عبد الرحمن سوهاج واهل سوهاج البليانه واهل البليانه والناس دي كلها على راسنا من فوق يا ابو عمر ماشي. والدنيا بحالي على دماغنا من فوق يا ابو عمر حبيبي. عم احمد ربنا يبارك. تعالى فرجك الاول على العجلين دولت الخليط العالي اللي هم تفرج المشاهد براحتك على البام والبيور. توكل على الله يا ريس. لسه يا جماعه معانا برضه عجلات بيور، ما تنسوناش على الله يف. معانا عجلات بيور اسعار بتبدا معانا من 14000. اسعار بتبدا معانا من 14 الى 18000 هنا برضه. عجلات بيور يا جماعه اعمار بتبدا من 6 شهور وانت طالع. تسمعوا على اللايك يا جماعه بالله لكم يا جماعه، اللايكات ثم اللايكات ثم اللايكات. عجلين بسم الله الله اكبر عليهم. عجل التزييم والريح والطول والعرض والحجم بسم الله ما شاء الله. تعالى يا عبده اصحاب العجل. شايفين العجل؟ رقم تليفونك يا معلم يحيى للتواصل معانا على الواتس يا معلم يحيى. رقم التليفون ابو عمر الواتس. اللي عايز رقم التليفون الواتس، اللي عايز يصور اي حاجه على الواتس، اللي عايز صور اي حاجه على الواتس يا جماعه المعلم يحيى. الواتس وتليفوني يا ابو عمر رقم التليفون 010 010 33 33 24 24 0 0 919. كم؟ 919 010
33 24 0 919 919 حاجات. اللهم صل على النبي ابو عمر حبيبي يا معلم يحيى. مش معانا دمر اسعار خالص. وادي كمان عجلين معانا يا جماعه يخشوا على برضه اهو. شايفين العجل؟ كتله دماغ وش قصب رجلين ريح. دخلت براون يا جماعه اهو. ودخلت ايه؟ دخلت سمنتال اهو. دخلت سمنتال اهو. ربنا يبارك. شايفين العجل؟ اللهم صل على الحبيب النبي. شد يا معلم عمر. اللي عندنا لايك بكام يا معلم عمر النهارده؟ 25 جنيه. عندنا لايك بكام؟ ب 25 جنيه. عندنا لايك النهارده ب 25 جنيه. اللي يعمل لنا لايك المعلم عمر هيديله 25 جنيه يا جماعه. اللي يعمل لايك المعلم عمر هيديله 25 جنيه. ده لو اذا جه اشترى يعني، ليه جه يشتري بس؟ اللايك ب 25 جنيه النهارده يا جماعه. خش في السعر على طول. خش يا باشا في السعر توكل على الله. العجلين دول ثمنهم النهارده يا ابو عمر بما يرضي الله. بكام؟ بما يرضي الله. ونعم بالله يا باشا. 36500. بكام؟ 36500 متوسط. 36 18250. كام يا محمد انت بتقول؟ متوسط سعر 18250. انا عايز الاسماء اسمع. 1500. 18200 وخمسين. وربنا يبارك صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لصاحب النصيب. معلم حسام النهارده بحطه من الاسعار يعني بسم الله ما شاء الله تبارك الله. معلم حسام يا ابو عمر رقم تليفونك بعد اذنك 010 010 60 35 35 31 18 94 94. معلم عايز اي حاجه على دماغه من فوق حبيبي. معلم حسام ربنا يبارك لك. حسام الحاج حسن. حسام الحاج حسن ابو الحاج. معلم عمر اللايك بكام؟ 25 جنيه بس اللي يجي يشتري اديله 25 جنيه. ماشي يا عمور. معلم يحيى رقم تليفونك؟ ابو عمر قبل ما اقول رقم التليفون هنطالب حاجه واحده بس من المشاهدين. اللايك والتعليق صلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بعت لك اللي انت عاوزه على الواتس. رقم تليفونك؟ رقم التليفون 010 010 33 34 24 990 919 010 33 24 0 919 919. معلم حماد رقم تليفونك وانت قاعد؟ رقم تليفوني يا ابو عمر 010 010 980 4 998 يا ابو عمر 998. المعلم حبيبي يا ابو عمر. يبقى يا جماعه المعلم حماد النهارده عرض لكم اربع دبابات يعني عجلات محترمه جدا جدا. شغل محترم يا جماعه زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو. اربعه دول يا جماعه عاملين الأربعة دول عاملين 99000. المتوسط معانا 24750. الأربعة دول يا جماعة المتوسط معانا 24750. حاجة محترمة جدا زي ما انتم شايفينها قدام حضراتكم. ربنا يبارك. وآدي معانا 8 ذكورة و10 ذكورة هنا يا جماعة يخشوا علف. 10 ذكورة يخشوا علف بالعيار التقيل قوي يعني. ربنا يبارك. حاجة محترمة جدا 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 من العيار التقيل قوي. 10 ذكور المتوسط الميزان معانا يا جماعه 290 كيلو. المتوسط 290 كيلو مش هترخص من كده. ولسه معانا مفاجاه العرض كله. خليكم معانا فعلا ابو عمر اهو. ال 10 دول عاملين كام؟ ب 100 ب 200 22000 يعني العد عامل 22000 جنيه يا جماعه. 22100 العد من دول يا جماعه. متوسط الموازين متوسط الميزان معانا 290 كيلو متوسط 10 في بعض. مش هترخص من كده في الدولة. عقول فلاحي دايم مناعة صحة تحصينات مال سليم. عجل حلال في الأكل. عجل حلال في العلف. عجل يعني أي طاقة تبان عليه. وأسرع دور تصميم هتشوفها في حياتك. شوف عندي حكاية عجل. يلا حاضر يا أبو عمر. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يبارك. مال طيب مال فاخر من الآخر. مال فاخر من الاخر. اللهم صل على سيدنا النبي. ده رفيل يا جماعه. فيل بزلومه اهو. فيل بزلومه. شايفين؟ ببلاش. ربنا يبارك. تعالى يا معلم يحيى انا. وادي معانا الاربع عجلات المتنكحين. وما تنسوش يعني اربع تفاحات. حاجه محترمه جدا 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 يا جماعه. ومعانا برده هنا برده طبعا ذكوره حاجه محترمه جدا. سعر ببلاش الا ربع. التمانية عاملين على 15750. مش هتلاقي ارخص من كده. تمن ذكورة على 15750 مش هتلاقي ارخص من كده. ومعانا يا جماعة تفاحة العرض كله نتاية عمرها 5 شهور. عجلة خليط هولشتاين احمر عالي عالي قوي قوي. خليط مياش مياش بيور يا جماعة. العجلة دي النهاردة عاملين على عرض النهاردة كام بقى؟ تمام استنى يا عمر كام سعر؟
اللهم صل على سيدنا النبي. 11350 11 350 انت ديت طلعها بره يا عمر، طلعها مش من بيت عمر عشان انا 11350 وربنا يبارك لصاحب النصيب. استنى يا عمر تعالى هنا، هات العجه مش ابيض من بليار، هات العجه من بليار عبد الرحمن، ومعانا عجه برضه ايام تحت العش نفركوا عليها. العجه عايزه 11350 السعر النهائي، عمرها 5 شهور ل 6 شهور، العمر من 5 ل 6. لسه معانا تفاحه العرض برضه، خليكم معانا. يبقى يا جماعه 8 11 350، العده ديت الكميه محدوده يا جماعه، البتاعه ديت 8 11 350. ربنا يبارك، ربنا يبارك للمشتري، ربنا يبارك لصاحب النصيب. مش هتلاقي ارخص من كده، مش هتلاقي احسن من كده. معلم عمر اللايك بكام؟ 25 جنيه. اللي يعمل لايك هتديله 25 جنيه. اللي يعمل لايك هتديله كام؟ 25 جنيه. وكل الناس تعمل شير، ويا جماعه الشير يا جماعه الشير بيجيب العرض الخير. دي ب 11350 يا جماعه العجيه ديت، ولسه منها جت برضه، خليكم معانا يا معلم. وادي عجله يا جماعه معانا تحت عشر، اربع حلبات ده مرزيني هنا. استنى الف عايزين نفجر القنبله بقى يا ابو عمر. ثواني نفجر القنبله ان شاء الله. اربع حلبات فاتحه طعامه، دي خليطه يا جماعه، دي عجله خليط ماشي بيور، دي عجله ماشي بالاستيراد ولا الكلام ده، دي عجله خليط عالي خليط بس عالي قوي قوي. في ناس بيجوها ابو عمر ويشيل لك منها خدمه كده ويقول لك ديت بنت استيراد ديت بيور، لا احنا ما عندناش الكلام ده. دي عجله يا جماعه عمرها حوالي 15 شهر، النهارده المعلم حماده هيعمل عليها عرض 17250 السعر النهائي، 17250 العجله ديت يا جماعه، 17250 ابو عمر. دي تفاح، اللهم صل على سيدنا النبي. مش كل اللي غاوي يا ابو عمر، شايفين الشلشول حاجه محترمه جدا برضه. ايه 17350، حتى معلم يحيى الله على رسول. ومعانا يا جماعه بقى عجلات بيور الماني، وارد الماني، لومات استيراد جيل اول، حاجه محترمه جدا جدا جدا. اسعار بتبدا من 14 الى 17000 ونص، اسعار بتبدا من 14 الى 17500، اسعار بتبدا هنا من 14 الى 17500. شفت احسن من كده؟ امريكي معانا 5 شهور، معانا الماني 8 شهور، معانا عجلات فيهم لحد 10 شهور، مش هتلاقي احسن من كده، مش هتلاقي ارخص من كده. ربنا يبارك، حاجه محترمه جدا جدا جدا. هنا تفاحة العرض كله يا جماعة، يلا كله يعمل لايك، يلا كله شير معانا الفيديو، حاجة محترمة جدا جدا. ربنا يبارك، ربنا يبارك للمشتري، ربنا يبارك لصاحب النصيب. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. وريك عجة النهاردة أبو عمر، عجة مع أنكس أبردين، أبردين دي أنكس يا جماعة أبردين. تمام، والعجة ده يا جماعة اللي عايز لوحدها 18250، 18 250 لوحدها. ومعانا الاسعار اللي لو اشترينا بتبدا من 14000 الى 17500. صاحب النصيب المحافظه المنوفيه، وسنا قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج، المزرعه يا جماعه في قريه عرب ابو ذكري. المعلم محمد ابو الحاج رقم تليفونه نتواصل معاه تاني، رقم تليفونك يا عم حماده. ابو عمر اول هام انا بمس عليك حبيبي معلم حماد، مشاهد قناه صوت بلدنا، المشاهدين المحترمين، القناه المحترمه، ماشي، مشاهدين قناه صوت بلدنا، المشاهدين المحترمين والقناه المحترمه، ربنا يبارك لك يا رب. بمس عليهم وبحييهم وبحيي اخواتنا المحترمين، ماشي، الناس المحترمه اللي بتتواصل معانا، واحنا بنتواصل معاهم بنبعت لهم حاجتهم لحد عندنا. تمام، الناس دي كلها على دماغنا يا ابو عمر، ربنا يبارك لك يا رب. اخواتنا برضو من محافظه الصعيد واهل الصعيد، الناس المحترمين، بشكرك يا معلم حماد. الناس دي بحالها على راس من فوق يا ابو عمر. شكرا يا باشا، الله يبارك لك يا معلم حماد. كل مشاهد قناه صوت بلدنا على دماغنا من فوق. ده من ذوقك يا عم حماد، ربنا يبارك لك. اللي يجي يشرفنا وينورنا على راس يا ابو عمر. حبيبي يا معلم حماد، توكل على الله. تليفوني يا ابو عمر الخاص بيا انا، ماشي، 010 980 980 4 4 998 يا ابو عمر. 99
واللي كل اللي يجي يشرفنا ونورنا على راس من فوق ابو حبيبي يا معلم حمال حسام. اللي طالب اي استفسار انا تحت امر اي حد ابو حبيبي يا معلم حماده. ما تقولش انك ابدا رب. وشكرا ليك على اخلاقك واحترامك وذوقك مع حسن المشاهد واسعارك الجميله. بنقول لابو عمر لكل اخواتنا في الله احنا النهارده يوم مبارك كل تمام. الناس تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا مش عايزين اي حاجه تاني، عايزين صلاه النبي ابو عمر، مش عايزين اي حاجه تاني خالص. النهارده يوم الجمعه يوم مبارك، كل الناس تصلي على النبي، مش عايزين بيع ولا شراء، احنا عايزين كله يذكر الله. احنا اليوم في يوم مفترج. قلت له يا معلم حسام النهارده يوم مفترج وكله يذكر الله وخلاص. ونعم بالله. انت راجل محترم يا معلم حسام. انت راجل محترم يا باشا، وربنا يزيدك من نعم الله. واي حد يرن عليه يستفسر. وانت يا معلم حسام راجل ابن خير ووشك كله خير، وشك في القبول، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا ليك يا معلم حسام على حسن تعاونك مع مشاهد سوق بلدنا، وشكرا ليك يا معلم حماد على حسن تعاونك مع اسعارك الجميله. بحييك بجد، انا بحييك النهارده بجد، انا بحييك يا معلم حماد. شكرا ليك، شكرا ليك يا معلم حسام. شكرا اليكم على حسن معكم معانا. كان معكم اخوكم ابو عمر ابو الحاج من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. نترككم في امان الله، ولقونا ان شاء الله، واتقونا ان شاء الله في لقاء جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.